نأتي أخيرا إلى مثال ثالث وأخير، وهم الخوارج أو الإباضية. أهم كتاب عند الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأزدي، وقد ابتدع بعض متأخريهم مضاهاة منه لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط، فسموه صحيح، من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح، فنقول هذا الصحيح معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم، حتى عندهم تراجمهم غير معروفة. بل أعجب من هذا بكثير، وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال. أعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له، لا عندنا ولا عندهم. هذا الذي يروي كتاب إيش؟ صحيح الربيع بن حبيب. ابن حبيب. لذلك الذي يقول أنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم، الجواب عرفناه بهذا التفصيل، وموجزه أنه لا يمكن الاعتماد على رواية وقعت فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو بمن بعده من الصحابة الكرام إلا بطريق الإسناد أولا، ومعرفة الرواة جرحا وتعديلا ثانيا. فكل الفرق الإسلامية فقراء من هاتين الوسيلتين، وهي الأمثلة عرضناها أمامكم. لذلك نقول ونحمد الله أن جعلنا أول المسلمين، ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين، ثم جعلنا من أهل السنة من المسلمين، حيث أنه لا يوجد عند الفرق الأخرى ما يهتدون به سبيلا. تقليدا للجامع الصحيح تبع البخاري. طب تكميما للبحث، يعني يذكر يعني في بعض الكتب من كتب الإباضية انه له ترجمه، واحيانا طولوه واخذ عن فلان وراح واجا وكذا، فيعني كيف نستطيع نجاوب عليهم في مثل هذا؟ نعم، هذا يذكرونه حسب طريقتنا نحن، وليس لهم متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمه للربيع بن حبيب. يعني نحن مثلا اي ترجمه نبغاها نعدو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم. هؤلاء بينهم وبين الربيع قرون، مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا، كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا. وهذا عين اللي في هذا الكتاب شيخنا، المؤلف من القرن السادس ومترجم للربيع بن حبيب، هذا هو يعني لكلام الأستاذ. فلذلك هذا أولا. ثانيا، ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح. ليس فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير رواية أو قليل رواية، بما هو معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني. فهذا كله يدل، بالإضافة إلى أنه لم يذكر في كتب تراجم أهل السنة إطلاقا، على أنهم يذكرون كما تعرف من كان ثقة، من كان ضعيفا، من كان كذابا، من كان مجهولا،
فهذا الرجل مغمور بالمرة، ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة. فهذا يؤكد أن الذين الآن في العصر الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص فليس لهم يعني مراجع عالية، وإنما يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة. ولذلك فما خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ فهي عبارة عن مراسيل بل ومعاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون. والآن كتاب المسند هذا أريد أن ألفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه، لأنه أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن لنبدأ بأول حديث هنا، قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري. من الذي قال؟ إذن هذا السند منقطع، يعني عادة علماء الحديث لما بيروا كتابة هذا يذكروا هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يتصل بالمؤلف، وآخر واحد هو الذي كتب هنا خطه أو سماعه للكتاب عن شيخه وشيخه عن شيخه هكذا إلى المؤلف. هنا نفاجأ، قال الربيع بن حبيب. مين اللي قال قال الربيع بن حبيب؟ أين الإسناد؟ لا سند. فإذا هذا منقطع لا قيمة له. أي لو كانت أسانيد الربيع كلها صحيحة والربيع نفسه هو ثقة وحافظ لكن لا سند إليه فساقط الكتاب كله بالكلية، مثل كتاب التوراة والإنجيل الآن، لأنه كتاب التوراة والإنجيل ما في أسانيد باعترافهم، بعدين فيها تناقض كثير وكثير جدا، فما قيمة هذه الكتب؟ لا شيء. أيضا هذا الكتاب لا شيء. الربيع بن حبيب شو بيقول؟ حدثني أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة يرحمك الله. أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة هذا قالوا عندنا مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات فقط، هذا أول شيخ بدأ فيه عندنا مجهول يعني غير مشهور بالرواية والعدالة، فلا قيمة لمثل هذه الرواية. نيجي هون في الداخل تجد أحاديث هم لا يؤمنون بها، بيقول ثم يقال لي يا محمد اشفع نشفعك، ما في عنده شفاعة عني، لا يؤمنون بها. اي نعم. بعدين في عندك أحاديث بيقول لك جابر ابن زيد، ما قال حدثني أبو عبيدة عن جابر، لا رأسا مقطوع قال جابر بن زيد، هذا رقمه 1005. لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك أقربين إلى آخره، يعني بتلاقي أشياء وأشياء تقطع بأن هذا الكتاب مجموع من هون ومن هون ومن هون، مثل كتاب ألف ليلة وليلة، يعني مو أنه واحد مألفه ومرتبه وراوي روايات صحيحة. وشوف لهون حديث عندنا موجود أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون أبو سفيان عن الربيع بن حبيب، هون بالأول قال أبو عمرو الربيع بن حبيب، مين هذا أبو سفيان؟ فأتوى لتلاقي من أبو سفيان مجهول الهوية. بيقول عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله لا يخرج من المسجد بعد النداء يوم الجمعة
إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد أن يرجع فيصلي. هذا معروف عندنا في كتب السنة، ما ضعفه مش في يوم الجمعة، إنما في الجماعة بصورة عامة. سعيد بن المسيب. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع، قال أبو عبيدة بلغني عن سعيد بن جبير، بلغني جابر بن زيد قال ابن عباس، ما في، شوف بقى هون اللي أشرت آنفا، قال وأخبرنا بشر المريسي. حلو كملة. خير. المريسي هذا معروف عندنا بأنه معتزلي قائل بخلق القرآن، وجادله بعض أهل السنة. هذا مات سنة 218. هذا ما له علاقة بالربيع بن حبيب اللي هو تابعي في زعمهم، عرفت كيف؟ وعن مين بروي؟ عن محمد بن يعلى، جهمي متروك الحديث. قال أخبرنا الحسن ابن دينار، شوفوا السلسلة العراطية عندنا السورية، مو في عنا سلسلة ذهبية، هاي بش المريسي المبتدع الضال. عن محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث قال أخبرنا الحسن بن دينار، كذبه أحمد ويحيى ثلاثة. عن خصيب بن جحدر، كذبه شعبة القطاوي بن معين. عن إسحاق بن عبد الله أن الحارث بن نوفل إلى آخره. هذا أولا سند ليس له علاقة بالربيع، فمين اللي أدخله في هذا الكتاب غير ربيع؟ فإذا هذا كشكول، كشكول مجموع من عدة روايات. أنا كنت عامل دراسة حقيقة لهذا الكتاب، لأنه أيام بليق شيخنا، أيام بليق، لا قبل، في الشام. عجيب. في الشام، لأنه في واحد مسكين هيك ولد طرطور هيك بيقولوا عنه بالشام، يعني بده يظهر شيء مثل ما شايف بعض الشباب، إجى لعندي على الدكان سألني عن هذا الكتاب، قلت له والله ما سمعت فيه، فأنا ما كان عندي خبر عنه. رجعت على المكتب الظاهرية، موجود من أكثر من 30 عام تقريبا، هو كذلك. رجعت المكتب الظاهرية، رجعت فارس وجدته، أخذته رجعته، وإذ فيها العجائب اللي عم أحكي لكم الآن بعضها. وين شو بيقول؟ قال الربيع أخبرنا بشر عن إسماعيل. هذا بشر بقول أنا هون الظاهر أنه ابن إسماعيل ابن عليا، ابن إسماعيل ابن عليا، لأنه بيروي عن إسماعيل ابن عليا. نعم. عن داود ابن أبي عقيل أو عقيل، عن أبي هند أيضا، مما وجدته الآن هذا بيذكرني أنه في أخطاء عجيبة في هذه الأسانيد، يعني أسماء مذكورة في السند ليس لها علاقة بالإسناد. ليش؟ لأنه ما عندهم رواية موثوق بها، أخذ محدث عن محدث عن محدث، كما هو الشاهد عند أهل السنة. الحقيقة هذا الكتاب كان مهجورا، كان غير معروف. أرادوا الآن الجماعة وقد انتشرت الكتب يطلع فيها في المطابع هذه ما هب ودب، بدهم يظهروا للناس أنهم على شيء وليسوا على شيء، فما عندهم غير هذا الكتاب. هذا الكتاب إذا درسه رجل عالم متجرد، خلي يكون أوروبي كافر، حيجي يحكم أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، لما يجد فيه من إيش؟ اضطراب في الرواية، وتداخل أسانيد بعضها في بعض، وانقطاعات ونحو ذلك. فإذن نقول أنه الكلمة هذه التي جاء السؤال فيها الحقيقة هي تبرير وتسليك لواقع الفرق الإسلامية الفقيرة في الرواية. ولذلك أي كتاب، أي كتاب في الفقه المخالف لفقه أهل السنة
تجدهم يحتجون بأحاديث أهل السنة لأنهم فقراء ليس عندهم مراجع يعتمدون عليها. هذا ما يمكن الجواب على ما سبق. الآن أعطينا السؤال الثاني. جزاك الله خير. وإياك.